تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، واصلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تسليم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين من وحدات المرحلة الأولى في مدينة شرق سترة، وذلك في أعقاب إعلان بدء خطة تسليم الوحدات والتي تستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل. ويأتي إجراء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين من وحدات مدينة شرق سترة بعد إتمام المواطنين إجراءات السحب الإلكتروني للوحدات وتوثيق العقود القانونية. وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتعزيز مبادرة دعم التي توفر للمستفيدين عروضا حصرية لدى عدد من شركات ومعارض المفروشات والإلكترونيات والشركات المختصة في مجال التصميم الداخلي، بهدف تقديم خصومات تسهم في سرعة تأثيث الوحدة السكنية وتهيئتها تمهيدا للسكن فيها. من جهة أخرى، قالت الوزارة أنها وبالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة جرى التنسيق بشأن تسليم كل مستفيد من وحدة سكنية شتلات زراعية بهدف التشجيع على ثقافة التشجير في الوحدات السكنية. اليوم استلمنا الوحدة وكلنا مستانسين والأهل مستانسين، الحمد لله. شفنا الجزيرة حليوة والشوارع مرتبة وخدمات اوكي، ونحب نشكر ولي العهد ووزارة الإسكان. الحمد لله رب العالمين، اليوم استلمنا البيت واحنا جدا سعيدين فرحانين الحمد لله رب العالمين، والعيال مستانسة والمدينة جدا جميلة، ونشكر وزارة الإسكان. اليوم أنا ويا أبوي استلمنا المفاتيح وكان البيت جميل، وشكرا لقيادة البحرين. أنا واجد مستانسة لأن احنا ويا الماما والبابا أخذنا بيتنا الجديد، بيصير لي حجرة بروحي.